هنا واحد السلام عليكم متتبعين قناة الطبخ مع عز العابدين، كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم، نتمنى نلقاكم في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال كيف ديما. باكم اللي عندي طوال رجلي ومشى للبكالة، دوار السيارة اثنين الغربية ما بين براكة واثنين الغربية. مرحبا بنا اليوم عند الأخت غزلان والأم ديالها نجات والأخت ديالها سميتها خولة. هادو ابناء بنت عمة مرت خالي أنا مع من صوبية. راني كتفات لي شركت معكم الصدقه ديال الوفاه الاب ديالهم، واليوم شاءت الاقدار جيت باش غادي نديروا ان شاء الله واحد الصدقه ديال اكتمال شهور العده، اكتمال شهور العده اللي هي 4 شهور و10 ايام عند العيالات. العيالات راكم كاملين عارفين هادشي، الا اللي باقا ما مزوجاش ما عارفاش شهور العده، 10 ايام ديال الراجل و4 شهور ديال المراه. السعدات اللي حسنت بها وسعدات اللي شدتها وحافظت على راسها في هاد الشهور لان فيها الاجر شويه، وشهور العده الله سبحانه وتعالى خلق يعني النساء وعطاهم هاد الميزه ديال المراه اللي كيضيع على الراجل ديالها او كيتوفى على الراجل ديالها كتلبس واحد الثوب اللي هو ثوب الحداد، ماشي بالشرط يكون بيض ولا كحل ولا احمر ولا تركواز، غير هي الابيض عندنا هنا في المغرب وربما في الهند، وبالنسبه للدول العربيه او الشرقيه كيلبسوا الكحل. احنا المهم المغاربه كيلبسوا، العيالات عندنا كيلبسوا البيض، كيلبسوه باش تعرف المراه بان راه الزوج ديالها ميت وكتحترم من يعني من ناظرين. وتابعنا ان شاء الله، شاركوا معنا الطريق حتى نوصلوا للدار ودوزوا معنا الطقوس والعادات لهنا. هذا الفيديو ربما حصري على اليوتيوب، حتى شي واحد ما عمرو دارو، واليوم انا جيت نشارك معكم ونعطيكم بعض الارشادات وبعض النصائح فيما يخص اللباس الابيض، وشنو هي الميزات اللي غافلين عليها بزاف ديال الناس. هي شوفوا راه ماشي داخله في الخرافه ولا في الشعوذه، لا راه ما كاينش شي حاجه، حنا الحمد لله والشكر لله ما عندناش شي عادات اللي كنذبحوا فيهم ولا كنديروا شي طقوس ديال الجدبه ولا شعبانه ولا هذاك الشيء، راه ما كاينش. انا غنعطيكم واحد الحاجات ديال الاجر اللي اكتسبناهم عبر السنين، تعلمتهم من الناس ماتوا الله يرحمهم وبقيت انا وارثهم عليهم، وكنقولهم للناس انسان يدير النيه في الله وراه ما غيكون على الخير، واللي دار الله في السماء راه هو اللي غيكون في الارض. وقال لي اجري عبدي وانا نعاونك، راه كيف ما كتمرض كتمشي تقلب على الطبيب، او كيجيك الصرع وكتمشي تقلب على الطالب، او مالي اصحاب الرقيه، اصحاب الرقيه كان بقيت نثيق فيهم، اجوا عندي نرقيكم، ها اللي دار الحيه قال لك بغى يكون راقي. المهم انا ما كنثيقش فيهم لان كنعرف الرقاد ديال بصح اللي كيحيدوا الصرع. المهم مرحبا بكم ان شاء الله، تبعونا مع الطريق ومازال اكتشفوا فمي اشنو غايقول. مرحبا بكم ان شاء الله. حنا في اتجاه ديال الدكاله اثنين الغربيه، كي قلت لكم غادي من جمعة التحيم على براك التيسي عاد غادي نقلب دوار السيايره، دوار السيايره، وتابعونا ان شاء الله حتى نوصلوا. الحدود ما بين عبده ودكاله اقليم سيدي بنور كيف ما كتشاهدوا، حنا دابا دخلنا للدكاله، خرجنا من المدار ديال عبده، هنا ان شاء الله العشية تعشات وصلنا للبراك التيسي كيف ما كتشاهدوا، هذه هي البراكة. ان شاء الله غاديين دابا في اتجاه ديال دوار السيايره الطريق الغربيه، هاد الطريق كدير حتى لاثنين الغربيه. هنا منظر الغروب كيف ما كتشاهدوا،
حنا ان شاء الله دخلنا عدد الناس الله يدخلنا عليهم مباركين مسعودين كيف ما كتشاهدوا. كي قلت لكم هاد الناس راه ما نسابنا والله يجعلها اخر الاحزان ونجع عندهم في الافراح وفي المسرات ديال وليداتهم ان شاء الله كيف ما كتشاهدوا. بسم الله دخلنا بالرزق. التحضيرات الاولى هي هذه كيف ما كتشاهدوا، اما دايرين صدقه. الحلويات هما هادو ان شاء الله، هنا المسكه والفانيد طبيصلات. وبالنسبه لهذا البلاطو ديال نقولوا ديال الناس باش كتحيد الحزن، شويه الصفصاف وشويه الحنة راكم عارفين الكحول وكذا شي بلدي، والله يجعلها اخر الاحزان. هادشي اللي كنتمناو. وهنا قبلوا علينا وعلى فيديوهاتنا اللي كنشاركوا معكم وعاداتنا وتقاليد المغاربه، تقاليد الناس البسطاء، الناس دراوش بلا بروتوكول بلا بريستيج بلا حتى شي حاجه. وكي قلت لكم الله يجعلها اخر الاحزان عدد الناس، وقف على مبنيات المرحوم والسيده اللي ان شاء الله حنا جايين على ود الصدقه ديالتها. كيف كتعرفوا كي كنقول لكم العادات والتقاليد المغربيه او الطقوس المغربيه، المراه ملي كيتوفى الزوج ديالها كتلبس حق الله ديال شهور العده، ثوب الحداد اللي هو 4 شهور و10 ايام، 4 شهور و10 ايام. وسعدات اللي حافظت عليه، وسعدات اللي حسنت به، وسعدات اللي نقولوا تقلت رجلها وجلست في دارها حتى كملت المده ديالتها، الا كانت عندها من يخدم عليها او من يتقدى ليها. المراه اللي ما كانش عندها الوليدات وما كاينش اللي تسخر لها تقضي حاجتها، فما بها فما فيها باس كتلبس ذاك الثوب اللي هو ابيض، هو ماشي اجباري ولكن كتحتارم به من ناحيه المراه او الانظار. والسعدات اللي كي قلت لكم حسنت به، هاد الزمن اللي ولينا حنا فيه دابا حاليا مع كامل احترامات النساء العالم كامل، الاغلبيه راه ولاو فوتوا العصر والمغرب والعشرة الليل 11 الليل تلقاها راه خارجة تللش كطايره بقر. ثوب الحداد كانت الناس الاولين عنده اصول وعنده شروط ديالو، ماشي في الدين مكتوبه ولا في القران مكتوبه، لا كانت عنده واحد كنقولوا احترام، كان هيبه. المراه كتحترم داك اللباس اللي هو ابيض اللي هي لابساه، كتبرك في دارها كتقابل وليداتها كلشي كيجي حتى لعندها، الا كان عندها من يقابلها، ما كانش عندها راه كتخرج تقدا، ولكن العصر كيلقاها في دارها، العصر كيلقاها في دارها. 14 ايام راه ما دات ما جابت، واش المراه عاشت مع الراجل 40 عام و50 عام و60 عام و70 عام او 10 سنين ما تقدرش تصبر واحد 4 شهور و10 ايام تجلسها في الدار؟ هذا هو اللي كاين. وكي قلت لكم الله يجعلها اخر الاحزان، نشاركوا معكم هذه العاده وهذه الطقوس كيفاش كتكون، ربما راه حصريه على اليوتيوب ما كايناش حتى مره ما شاركتها، ولكن باكم العبدي جابتها الوقت باش غادي نشاركوها معكم ان شاء الله. سويديقه كيجيو العيالات النهار اللي كتقيس، لان هاد العيالات الكبارات راه ما عارفين، المراه مثلا كتعوم السبت او الثلاث ماشي اجباري، كتعوم الصباح بكري. وغنوريكم واحد الحويجات اللي هما بساط، البنت العزبه الا صبنتي الثوب او لباس الحداد ديال المراه الارمله راه عندك فيه الاجر وعندك فيه الثواب وعندك فيه حتى القبول، كوني متاكده. وكلمه باك العبدي راه ما كتنزلش الارض، والله سبحانه وتعالى يسر بنياتنا وبنياتكم كاملين، راه العكس كامل كيتحيد لك والتيسير كيجيك حتى لبين يديك، وكيتسرح لك طريقك ووقف عليك اللي وقف لك الميمون ديالك. وبالنسبه للعيالات الجداوات نقولوا مثلا ولا الميمات، لا قدر الله، الله اعلم، الله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ جميع المسلمين، زيف حياتي او الشده ديال الراس الدره اعطوها لبنياتكم، لبنيات العزبات راه حتى هي كذلك هم قبول من عند الله. شوفوا اماليات البدع، اماليات قول الله الله اكبر في الفم الزروطه فيكم، خلوني انا مع الناس، خلوني مع الناس بهلا بحالي، الناس اللي باغين سيروا على الجامع سيروا حتوا فيه، خلوني عليكم انا في التقار. راه تكتب لي شي وحده شي كومونتير هك ولا هك نشرشم ندير على 10 حلقات، 10 كلمه يدار ما خدام ما والو ليامات، والله تندير على 10 حلقات ونوريكم. الا بغيتي تدوي ليا على الدين سيري سدي البحر، راه كلشي كيمشي ليه رجاله وعيالات ميكس، والحمام راه ما دايرين لنا حيط. يلا سيري جاوبي على هذا السؤال، بعدا ملي تجاوبني على هذا السؤال مرحبا انا معاك. المهم مرحبا بكم ودخلوا عندنا العز بالمغاربه كاملين والباقي خبولات. الزيف حياتي والشد ديال المراه الرابطه قبول البنات، ويلا صبنت ليها هذاك هو العكس كيحيد مره. يلا تابعونا.
وهنا ان شاء الله باش غادي نشاركوا معنا واحد البراد ديال اتاي كيف ما كتشاهدوا، واحد العقبيه كنقولوا حنا، انتما كيف ما كتشاهدوا الله يخلف عليهم ناس دكاله، هما راه من اصول عبده ولكن كيعيشوا هنا في دكال ما بين اسفي وسميتو ودكاله، عندهم الدار في اسفي والاصل ديالهم من عبده وكيعيشوا هنايا عندهم الزيب في دكاله. جاو جدود بكري وبقاو هذاك بقاو يعني الاحفاد ديالهم هنايا. هنا كيف ما كتشاهدوا شويه الحلويات كيكه وضروري عريس الطبله الكعك المسفيوي والبراد ديال اتاي اللي هو غني عن التعريف. ومرحبا بكم وخيركم في ديوركم وقبلوا علينا. هنا ان شاء الله بعد ما شربنا اتاي كيف ما كتشاهدوا نغسلوا الدجاج ما مقادينو، ها هو الدجاج كامل مغسول ان شاء الله اللي غادي يطيب للصدقه. وهنا كيف ما كتشاهدوا هانتوما الكسكسو كيطيبوا في واحد القصريه ديال الكسكسو قصري، هذا دكالي ولا عبدي؟ غيكون دكالي، هذا دابا قصري دكالي، كسكسو دكالي. تبارك الله على بنت خالتي. وهنا هانتوما البرمايه سيره كتفور كيف ما كتشاهدوا، والله يجعلها صدقة الله. الخضره هي هذه هانتوما كيف ما كتشاهدوا، خيزو القرعه كورجيت، وبالطبيعة ما نساوش القرعة الحمراء محبوبة الجماهير محبوبة المغاربة، وتحية للدكالة كاملين فين ما كانوا. هانتوما القرعة مرحبا بنا عندكم دكالة اليوم. مرحبا بنا، مرحبا بنا عند عمتي وعند بنت خالتي وعند بنت عمتي وبناتها وعند بوا الجلالي وعند العائلة كاملة. مرحبا بك وطيب لي شافك. الله يحفظك عمتي. الله يبارك صحيحتك. وهنا الكسكسو هما سيعاودوا فيه بعد ما طلعت الفورة الأولى. دائما هو سير كيفورة دايرها الفورة الثانية. عمتي قولها للمسمومة تيسمعوها. وأنا بغيت لي قد ما شافت العين. آمين. وأنا بغيت لي قد ما شافت العين. آمين عمتي. وأنا بغيتك تمشي في النجا وتجي في النجا. يا ربي آمين. وأنا بغيت نهار الخايب يلقاك غايب. آمين الله يحفظك الله يعطيك صحتك ستي ويخلي لك بنيتك وبنيتها. آمين أولي. والله يرحم خالي عباس والله يرحم جميع أموات المسلمين. الله يرزقكم عليه الصبر هذا الشيء اللي كنتمناه. لا الدنيا هاني أنا طرمت رجليك نجي عاغوتي نجي خاصني عمل كلش خدام. قد ما شافت العين. آمين أمتي آمين آمين. قد ما شافت العين. آمين يا ربي العالمين الله يعطيك الخير. وهنا كنقول لكم دابا راه ما بقى لنا عن السقي والسكسو. شوفوا البرمه هيايا نعرقوها انا وعبد الرحمن والعائله نرقدوا انا غنرقدها فوق النادر ناكل كسكسو انا غنرقدها فوق النادر. لا الصاله مخيره عارف اللي كاين. لا انا واكل كسكسو واخا كسكسو الصاله مخيره ديالك ربي يخليك. المهم مرحبا بكم ان شاء الله. انتم راه الكسكسو احنا شوفوا الكسكسو تبارك الله ما شاء الله ها هويا. وتابعونا ان شاء الله حتى نكملوا الصداقه ديال الرباطه، نقولوا الصدقه ديال العده او اتمام العده او ديال الرباطه، المغاربه نقولوا عرابطه. المهم عرابطه على المراه اللي تشوفوها لابسه حق الله لابسه البيض عرفوها عرابطه صيفطتو ترونسفير. يلا مرحبا بكم. امي ومرتبه ملي شدوا حق الله شريتوا لهم كل شيء جديد. نبكي ونعدد نقول ليه با يا با الناس بتت العريسات وانا بتت الهجالات، شريت لهم كل شيء جوج جوج من الحاجه. ولكن اقسم لكم يمينا راه سعدات كنقول لكم اللي عندها من بها وتحسن به. اربع شهور وعشر ايام كالله مرتبه راه في دار الحق وبا راه في دار الحق وانا انا وامي راه حنا باقيين في دار الباطل. اربع شهور وعشر ايام ما عمر رجلها لا حتى مع الباب برا حتى كملت العده. ثلاث ايام من وراها عاد خرجناها وخرجناها في الطوموبيل ما شافها احد. عيالات بكري كانوا حاجبات بكري كانت الحجبه وكانت كتواتي. اما اليوم راه كلشي ولا خدام كلشي الزمان كلشي المشاكل الحياه المراره ولات اليوم حسن من 1000 راجل. ما غنقولش حسن من الرجال كاملين ولكن ولات حسن من 1000 راجل حيت كاين الراجل اللي راجل وسيدي ومولاي وكاين اللي السميه محطوط سميتو قدور محطوط عليه في الكنش الحاله المدنيه. والمراه مسكينه الواضحه هي اللي خارجه هي اللي تخدم هي اللي تقدا هي اللي تكسي هي اللي تصبط هي اللي دير السبيطار هي اللي هزه القفه للحبس هي اللي عطاها الله شي تريكه ماشي هي هذيك. شوفوا احنا الواقع اللي كنعيشوه الواقع ديال حياتنا المغاربه اللي كنعيشوها يوميا. والله يهدي وليداتنا وليداتكم على الصراط المستقيم. ودخلوا دخلوا لقموا معنا وخا القيمات سخنوا قراشتكم والمسمومات راني في دكاله اليوم في السيايره. مرحبا بكم. مرحبا. صافي هنا كيف ما كتشاهدوا هانتوما هنا كيف ما كتشاهدوا الطعام احنا بدينا كنسقيو عندنا جوج كساري وواحد طبيسين والله يجعلها صدقة الله.
هذا غنقولوا عاش انا حنايا العائله مع بعضياتنا ديال الدار وقبلوا علينا وشاركوا معنا وجوع عندنا حتى الغدا لبسوا تكاشطكم وجوع لبسوا تكاشط اللي عاد شي تيبوته جديده خازنه في شي مخده تجيبها وتجي لا عندو شي جوهره يدير عاد يترسال جوهره الله المهم العكر راه عندي ندير 24 ساعه سلفتو مع الفانه نجتو معايا هنا ان شاء الله كيف ما كتشاهدوا القصاري ديالنا هما هادو انتوما والله يجعل صدقة الله والله يجمعنا ديما في ساعة الخير ومرحبا بنا عاد عمتي اليوم رحنا عاد عمتي مرحبا بك الرود دكالة مرحبا بك ربي يخليك عمتي الله يكبر بك هنا كيف ما كتشاهدوا خالي الجلالي هذا نسيبي راجل بنت خالتي هذاك صديق ولد محسن محسن ولد بنت خالتي هذاك راه هاي راني لاعب في العرس ورافدو ملي كان باقي يلاه كيقولوا عا وا وهذا راه سيدي عبد الرحمن الهتهود ديال الدكالة دوار السيارة شكرا هنا مرحبا بكم هانتوما وقبلوا علينا والله يجعل صدقة الله عاد عمتي مرحبا بك العزري مجوج ولا باقي؟ مازال هذا العام نغرق لك الشقف ان شاء الله ما تخممش تا محسن غناخذ لكم الخواتات يكونوا توميات باش يقعدوا بجوجات يغضبوا بجوجات يلا